الحقيقة إشادات اقتصادية كبرى بانتخاب الدكتور محمود محي الدين مدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي. عشرات من الاقتصاديين البارزين أشادوا بهذا الانتخاب لهذا المنصب الرفيع الحقيقي. والحقيقة بيصبح بهذا دكتور محمود محي الدين ممثلا لمصر والدول العربية في أمام صندوق النقد الدولي. وطبعا دكتور محمود عنده خبرات اقتصادية كبيرة جدا. عدد من الوزراء الحاليين والسابقين أشادوا بالقرار. انتخاب محمود محي الدين تم بالإجماع الحقيقة. يعني مجموعة الدول: مصر، الإمارات، البحرين، الكويت، عمان، قطر، الأردن، العراق، لبنان، اليمن، المالديف. يعني تعالوا نشوف تقرير القناة عن هذا المنصب الرفيع اللي تبوأه شخصية مصرية رفيعة أيضا. يعني ألف مبروك دكتور محمود محي الدين، ونتمنى إن شاء الله إن يعني وجود مصر في هذا الكيان الكبير والاستفادة بأقصى طاقة مما يمكن أن نستفيد به من صندوق النقد الدولي ومن البنك الدولي لبناء دولتنا، لأن إحنا عضو مؤسس ولينا حصة كبيرة ولازم نستفيد بيها وبأفضل تيسيرات وبأفضل مدة زمنية نسدد فيها هذه القروض، ويكون كمان جزء منها منح إن شاء الله الفترة اللي جاية يكون في تعاون كبير. طب تعال